بكم نقص بالفيتامينات وبحاجة رفع المعادن بالجسم، أفضل حل شاي قشر الرمان. تعالوا نحضر مع بعض شاي قشر الرمان. Let's go. يسعد أوقاتكم عائلتي الحلوة أناقة أنسة، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. مثل ما خبرتكم إنه قشر الرمان هو مصنع للمعادن والفيتامينات للجسم. بنقدر نحن ناخده كمتمم غذائي، نصنع منه شاي قشر الرمان. وفرجيتكم بالمول العبوة كتير غالية ما رخيصة. هذا القشر موجود بكل بيت، ناخده من نطفه من يبسه ومنحتفظ فيه مثل ما نكون شايفين بعبوة محكمة الإغلاق مشان ما تفوت عليه الحشرات ولا الرطوبة ولا أي شيء. نحن هلأ رح نصنع الشاي. يلا الخطوة الجاي، أخذت قشور الرمان فرجيتكم إياها وطحنتها. لاحظوا صار عنا نحنا بودرة. هذه البودرة رح نستخدمها باستخدامين كتير مهمين. واحد من رح نستعمله ماسك للبشرة حتى نحنا نزيل الهالات السوداء والتصبغات الموجودة بالبشرة. أما اليوم رح نعمل شاي القشر الرمان حتى نحنا نعوض نقص المعادن والفيتامينات بالجسم كمتمم. انا اخذته مطحون. الخطوه اللاحقه راح اخذ هالكميه فقط لكأس من الماء الساخن. طعمته راح تكون لذيذه ما تقلوها، ومثل حبه الدواء اللي حتى تاخذوا فيتامينات ومعادن. هلا راح نحط الماء الساخن. لاحظوا التركيز ما بدنا اياه كتير مشان نقدر نتقبله. بنتركه 10 دقايق وبناخد المنقوع. صدقوني رح يعوض جسمكم بكل نقص الفيتامينات والمعادن، كل المعادن وعم تاخدوها من شيء طبيعي. أصدقائي الغوالي، بتمنى تكون معلومة اليوم حبيتوها. اللي عم يتابعني أول مرة معكم لبين الحي، حاصل على تشهد دكتوراه بالكيمياء التحليلية خبيرة التغذية العلاجية وجمال السيدة بعد 40. كل يوم بكون معكم بمعلومات طبية ونستفاد من التغذية العلاجية حتى نشيل الأدوية ونستبدلها بالغذاء الطبيعي. غوالي حتى نستمر، إذا حبيتوا هيدا النوع فيكم تشتركوا بالبروفايل، كومنت حلو ولايك وشير حتى توصل هالمعلومات الغذائية للكل. بتشكركم وانطروني في فيديو جديد.